السلامة. اليوم باش نتكلموا في الفيديو هذه على اخوان المسلمين واللي يسميهم البعض اخوان المجرمين ولا اخوان الشياطين. قبل ما نتكلم عليهم باش نرجع للفيديو اللي قبل هذه اللي تكلمت فيه عن السلفيين ونقول نصحح نقطة صغيرة. قلت ان بريطانيا هي اللي خلقت الوهابيين. اللي حبيت نقوله من هذا ان بريطانيا مش هي اللي خلقت الوهابيين، وانما هي ساعدت على ظهور وتقوية الوهابيين وظهور السعودية. لازمنا نفهموا ان بريطانيا والغرب بصفة عامة يتعامل مع الاطراف الاخرى باسلوب خاص، حيث يدرس ويجمع المعلومات، من بعد ما يجمعها يقوم بدراسة دقيقة وعلمية تعتمد على العقل والتجربة. من بعد ما ينهي الدراسة يشوف هل اللي باش يقوم به يخدم مصلحته ولا. الغرب معروف يتعامل ديما تعامل المصلحة، يغزر أول حاجة مصلحته. هو شاف ظهور مد عربي قومي في الجزيرة ضد التواجد التركي، وشاف ظهور محمد بن عبد الوهاب اللي يدعو إلى تجديد السلفية. فقامت بريطانيا والغرب بصفة عامة بالتقريب من هذا الفكر العروبي وهذا الفكر الديني من أجل تضعيف الخلافة العثمانية اللي يعتبر عدو أساسي بالنسبة لها. ومن هنا هي ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظهور السعودية والفكر الوهابي. لازمنا نعرف أن الوهابية هي تعتبر جزء من السلفية، أما السلفية أقدم من الوهابية بكثير. وكما نعرف أن السلفيين أنواع، هم السلفية الجهادية والسلفية العلمية، وهابية نوع من السلفية. به هذه النقطة اللي حبيت نوضحها. نرجع للإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين ما ظهروش عندهم ياسر، تقريبا معناتها أقل من 100 سنة، ولكن ما ظهروش من فراغ. مش الإخوان المسلمين هكاكا جاوا وقرروا بشي يكونوا الإخوان المسلمين. قبل ما ظهور الاخوان المسلمين وقعت في العالم الاسلامي في بدايه في 1850 تقريبا، في الفتره هذيك وقت بدات تضعف الخلافه العثمانيه وبدا يظهر الغرب واحتلال الكثير من الدول الاسلاميه منهم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرهم. ظهر فكر ما يسمى بالفكر التنويري. احنا نعرف ان الشيعة والسلفيين يمثلوا كان 30% من العالم الاسلامي تقريبا، مش اكثر، يمكن اقل. و70% من العالم الاسلامي هما لهم شيعة ولهم سلفيين. على هذوما 70% ظهروا علماء مسلمين يحبوا يخرجوا على الاطار التقليدي في التفكير الاسلامي، ويستفيدوا من التاريخ الإسلامي والتجربة الغربية وظهور عدة طيارات سواء في باكستان سواء في عدة مناطق حتى في العالم العربي الإسلامي يدعو للتجديد ولطرح الإسلام أسلوب حضاري. ومن أهم هذم الأشخاص اللي ظهر هو جمال الدين الأفغاني اللي معروف. نحبش ندخل في تفاصيل هل هو شيعي أم هل هو سني، هناك ما خلاف كبير بين الشيعة وبين السنة، اللي يقول لك أصله من إيران واللي يقول لك أصله من أفغانستان. المهم نعرف اللي جمال الدين الأفغاني مشى لمصر ومشى للأزهر اللي هو كان معقل الفكر السني الأزهر، وهناك درس وعمل علاقات وعنده مجلة معروفة اسمها العروة الوثقى ودعا للتنوير. وقتها ظهر جمال الدين الأفغاني حتى دين معنتها ظهروا عبيد خلين من بعده، وعمل معنتها وظهر زاد محمد عبده اللي معروف زاد محمد عبده.
هذا الفكر التنويري الإسلامي مع الأسف، مع الأسف نقول مع الأسف، لأن لو تطور لك كنا في حالة أحسن من هذه اللي احنا فيها توا. فهمت؟ اضمحل، تم القضاء عليه. علاش تم القضاء عليه؟ منجحش في الوصول إلى أهدافه اللي كان يريد الوصول إليها، ويكون كقوة موازية للقوة الغربية، خاصة بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. ولكن رغم هذا نجم نقول أن الإخوان المسلمين هما تطور ونتيجة طبيعية لهذا الفكر التنويري. الإخوان المسلمين ظهروا في بداية القرن العشرين الأول متاعه، وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية ظهر قضية حسن البنا وغيره 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 وغيره. خذوا هذا الفكر التنويري وبداوا يعملوا بأسلوب سياسي. لازم هنا نبينوا حاجة، أن السلفيين هي حركة في الأصل دينية، والشيعة هي حركة في الأصل دينية، يعني السياسة هي أسلوب، بينما الإخوان المسلمين يختلفوا كليا، هما حركة سياسية في الأصل ليس حركة دينية، وإنما يستعملون الدين كغطاء من أجل الوصول إلى أهدافهم السياسية. هذا هو الفرق ما بين الشيعة والسلفيين والإخوان. كما تكلمنا على الشيعة والسلفيين، حاولوا باش نعملوا نفس الأسلوب باش نفهموا مليح فكر الإخوان وطريقة عملهم. هذاك علاش باش نقسموه إلى 5 إلى 10 نقاط. النقطة الأولى، الإخوان المسلمين يستعملون الخبث والمراوغة، رغم أن هما ما عندهمش تجربة كبيرة، لكن استفادوا من التاريخ الإسلامي ودرسوه دراسة دقيقة. والخبث والمراوغة نعرفوها موجودة في السياسة، هذاك علاش قلت أن الإخوان المسلمين هما أكثر شيء حركة سياسية من دينية. النقطة الثانية هي التمويل. تمويل الإخوان ما عندوش حدود، ينجم يكون من أفراد، من مجموعات، من منظمات، من جمعيات، من دول، فهو مفتوح لكل أنواع التبرعات، حتى أنها استعمل أسلوب الاشتراك، يعني واحد ينضم للإخوان المسلمين يدفع اشتراك شهري أو تبرعات وغيرها. لكن أموال الإخوان المسلمين علاش ما نشوفوهمش كما مثلا السلفيين وكما الشيعة، علاش ما نشوفوهمش؟ لأن الأموال اللي تجي للإخوان المسلمين الكل تجي أشخاص ينتمون للإخوان، تلقى معناتها المرشد عنده مشاريع وباسمه، باسم مرته، باسم ولاده، باسم أفراد من الإخوان المسلمين، فهم عندهم نظام اقتصادي يعتمد على الفردية في التمويل. علاش؟ هو خاطر المرشد ولا المسؤول في الإخوان المسلمين يعتبر نفسه أمين على المجتمع، إذا يسمح الروح باش يملك. وطبعا نعودوا للمسألة هذه وسنتكلموا عن النهضة، على خاطر أنا هنا نتكلم عن طريق التجربة. النقطة الثالثة، العمل السياسي. العمل السياسي عندهم مسألة أولية، الإرهاب والأعمال الإرهابية عندهم مسألة ثانوية. شنو معناها ثانوية؟ يعني يستعملوها في ظروف معينة وفي أوضاع معينة، وفي أغلب الأحيان هما ما يقوموش بالعمليات، حتى أنهم مع بعض عناصرهم يقوموا بعمليات ديما يطلبوا منهم وقت يلقى عليها القبض أنهم ينكروا أنهم من الإخوان. والا شنو يعملوا؟ يقوموا التغلغل في بعض الحركات الاخرى مثل السلفيه وغيرها، ويعملوا عمليات باسمهم، خاطر ما يحبوش يتهموا بالارهاب. هذا اسلوب زاد طبعا نتكلموا عليه وقت نتكلموا عن النهضه، كيفاش معناتها نفهموه معناتها فهم دقيق. المساله الرابعه، الدعم للاخوان غير الدعم الدولي الخليجي والإيراني لأنهم معناتها أساس أنهم مسلمين، ولكن الدعم الأساسي نتاعهم هما القاعدة الشعبية، فهما يعتمدوا كثير على ما يسمى بالمخزون الديني لدى الشعوب الإسلامية.
ما ننساوش ان الاخوان المسلمين ياسر متخلفين في المجتمع ويستعملوا ما يسمى بالجمعيات الخيرية والتعامل المباشر، إذا عندهم دعم قوي من الشعب حتى من الناس العاديين، حتى تلقاهم تلبس حجاب وتدعم الإخوان المسلمين، تلقى مثلا ما يصليش وما يصومش ويدعم الإخوان المسلمين. هذه مسألة رابعة. المسألة الخامسة، كما السلفيين والشيعة هدفهم هو قيام الخلافة الإسلامية كمرحلة أولى والسيطرة على العالم كمرحلة ثانية، لكن هما أكثر مرونة. هما يسمحوا بالاختلاف في إطار الإسلامي، يعني هما ما عندهمش مشكلة مع الشيعة، ما عندهمش مشكلة مع السلفيين، ما عندهمش مشكلة مع حزب التحرير، ما عندهمش مشكلة مع كل الأطراف، مع الصوفيين، كل شيء، لأنهم يعتبروا إن هذا الاختلاف الكل هو صراع شريف في إطار الإسلام. هما يعملوا حدود حمراء. الحدود الحمراء هذه تخلي معناتها تعاملهم ياسر واسع، ماهمش محدودين في الفكره نتاعهم، حتى ماكش ما تامنش حتى تامن فكره برك من فكرتهم يكفي، ولا حتى ما تامنش بافكارهم لكن تأيدهم كمسلمين، وما خاطر يدعوا ما يسمى بالاسلام الحديث. اذا من هنا هما متفتحين على الحركات الاسلاميه الاخرى ويتعاملوا مع الاطراف الاخرى. المساله السادسه، يقدموا فكر اسلامي حديث مبني على العقل والنقل. هما درسوا نعرفوا مثلا شنو معناتها سيد قطب وغيرهم عندهم يعني علماء بين قوسين، فهمت، نظروا لفكرة الاخوان المسلمين وطرحوا ثقافة اسلامية يحبوا يطرحوها كقوة ثالثة توازي الشيوعية والرأسمالية. والفكر نتاعهم يبعد عن المذهبية، هو أكثر شيء عالمي، فهمت. المسألة السابعة، عندهم معناتها تحالفات على حسب المصالح، وهذا شيء طبيعي. هذاك علاش أنا أكدت على مسألة أنهم سياسيين أكثر من إسلاميين. صحيح يعتمدوا على المصدر الإسلامي ولكن يبقوا سياسيين، لأنهم في نفس الوقت يعتمدوا على الأسلوب السياسي الحديث. هما ينجموا يتحالفوا لك مثلا مع جمال عبد الناصر، ومن بعد يدوروا عليه، ومن بعد ينجموا يعملوا تصريحات تؤيد فلان، ثم يقول لك لا هذيك مسألة مشتقية، خاطر مش هما يتعاملوا كما قلنا بالسياسة، ومن بعد يقولوا لا هذاك الشخص ما تخرج على الاتفاق نتاعنا واحنا ننسحبوا من ما عادش نستعرفوا به. اذا هنا هما يتعاملوا مع الحركات الغير إسلامية عن طريق الاتفاقيات والمصالح. ينجموا يتحالفوا لك مع شخص لأنهم عندهم مصلحة مشتركة معه، ونجموا ينسحبوا عن ما تنتهي هذه المصلحة. المثل الثامنة، خططهم مش كما السلفية وقتية ومش كما الشيعة بعيدة المدى. هما عندهم خطط وقتية وخطط بعيدة المدى، والخطط نتاعهم ياسر مرنة، يعني تنجم تتبدل على حسب الظروف. هما مثلا وقت يتعرضوا لضغط كبير تلقاهم يوليو مسالمين ويوليو ما عادش عندهم حتى، وعندما يتقواو يوليو فراعنة. اذا يستعملوا في اسلوب نجم نقولوا المد والجذب. المسألة التاسعة، صحيح هما عندهم تجربة محدودة في الزمن، يعني ما يتجاوزوش 100 سنة، بعد كي يقارنوهم بالشيعة وبالسلفيين معناتها تجربتهم حديثة، ولكن هما استفادوا من الشيعة ومن السلفيين بالكدا، واستفادوا من التاريخ ودرسوا التاريخ دراسة نقدية، واستفادوا من الغرب وعرفوا كيفاش يوفقوا من بين كل هذا باش يكونوا فكر نجم نقولوا حديث اسلامي. وما ننساوش اللي الاخوان ياخذوا النصح من كل الاسلاميين، يعني نجم ياخذوا النصح من الشيعة كما من السلفيين من غيرهم، ومن بعد يقروا شنو يعملوا. النقطة العاشرة والأخيرة، نجم نقولوا اللي الاخوان المسلمين عندهم فكر متكامل في جميع المجالات،
صحيح هذا الفكر لم يطبق وينقصه التجربة، ولكن يعتبر فكر كامل وواضح. إذن هذا هو الإخوان، وأنا ديما نقول ونحب نشبه الإخوان المسلمين والسلفيين والشيعة، نقول اللي على حسب التفكير الموروث متاعنا على المرأة والرجل، نقول اللي الشيعة هما عبارة على مرأة، بيان سور معناتها تمثيل مجازي، يعني اللي تشوفها ضعيفة وتبكي لكن في نفس الوقت كما يقول الإسلام كما يقول معناتها يعلمونا أن المرأة معناتها عندها كيد عظيم، بينما السلفيين هم عبارة على رجل متهور، متهور ياسر كما نقولوا احنا، وعنيف وخشن، يعني حسب تفكيرنا في السلفيين عبارة على رجل، بينما الإخوان المسلمين هما عبارة على مخنث. لا أريد معناتها مانيش معناتها ضد المخنثين، مش مسألة هذيك، ما هو باش تفهموا اللي هذا أنا كيفاش نشوف الإخوان المسلمين والشيعة والسلفيين، لأن جمع الإخوان المسلمين هما عبارة على جمع من بين الفكر الشيعي والفكر السلفي مع الحضارة الغربية والتطور الغربي من أجل طرح فكر عالمي جديد للعالم الإسلامي وللعالم كله. أظن نكون كملت هذا الفيديو، ومع فيديو قادم نتكلم على النهضة في تونس. بالسلامة.